أتركم الدراري معكم فورز ومرحبا بكم فيديو جديد. دراري احنا رجعنا لكم بهذا الانترو اللي قلتوا لي شحال هذه ما شفتوها شحال هذه ما سمعتوها. احنا رجعنا لكم الدراري بالانترو. ما تنساوش الدراري بالرجوله الا كنتي اول مره كتشوف ديسكيو سبيس ابونا فلاشين وفعل الجرس باش نوصلوا 30000 ابوني في اقرب وقت ممكن. الرجوله الدراري خصنا ضروري نوصلوا 30000 ابوني. بارطاجيو الفيديو مع اي واحد كتعرفوه باش نوصلوا 30000 ابوني. شحال مره عاود 30000 ابوني من مره. المهم الخوت اليوم غادي نديرو فيديو اخر ديال سيطابات المطفرين، سيطابات الله يحسن العوان، سيطابات المغاربه الله يحسن العوان. كتبت لكم في الانستغرام البارح باش تصيفطوا لي سيطابات ديالكم، واليوم انا كنسكن ريكورد باش انني نلوح فيكم فيديو غدا وتمارا الدراري باش تشوفوا تمارا. داكشي علاش بالرجوله بارطاجيو، ديروا لايك للفيديو، كومونتيو شحال ما بغيتو شحال ما قديتو باش نعمروا الفيديو باللي كومونتير. المهم يتريكوموند لبنادم اخر. المهم نبداو بهاد السيطاب الاول ديال الدرس، سميتو اي داروين. اوكي بعدا حاجه اللي ناضي فيها خاي داروين هو انه داير ابوني فلاشين ومفعل الجرس. شوف اي واحد داير هاد البلان هذا. المهم كيف ما كنشوفوا ايال الله اكبر الصوت. المهم حنا نبداو بعدا بالكلافي، كلافي نورمال. بعدا حاجه اللي غادي تنتبهوا لها الدراري، داكشي اللي اول حاجه غادي تنتبهوا لها في هاد السيطاب هي داير ريزار فوق الطابله. كيفاش كيحرك بعد هذيك السوري؟ بغيت نعرف كيفاش كيحرك ديك السوري فوق داك ليزار ولا ديك المانطا ولا ديك الماتش. شناهو داك التوب ضارب اكرون سامسونج كتبان بحال شي تلفازه، بحال والو تكون تلفازه ملاصق مع الكلافي، ملاصق مع السوري، ملاصق مع البواتي. خويا والله الله ما عرفت كيفاش كتحرك ديك السوري، كيفاش كتقدر انك تلعب. وتا الى راجا غادي يضرب البيرو غيطيح كلشي اصاحبي. ايا الدراري تصويره اخر، كيف ما قلت لكم الدراري المغاربه عزيز عليهم يمشي يصوروك من هنا، يدوزوك هنا يصور لك هنا بحال هذي، تصور اكثر من فوق، تصور كاع المغاربه فوتوغرافرز الدراري. المهم اخاي ديالي خاي داروين نايس وان نايس سيت اب. حنا دابا نشوفو الكونفيك اسيدي عنده ايسان كاتريم جن. واخاي ديالي نايس. شوف بروسيسور ماشي مطفر، ماشي الله يحسن العوان، بروسيسور ايسان كاتريم جينيراسيون. المهم مزيان ما بيش كاش جرافيك انفيديا كوادرو. هنايا ممكن نقول لك تطفر كلافيو سوري عاديين من دال، باين عليهم كلافيو سوري عاديين كيف ما قلت ودال. اوكي اكرون تلفازه على الدراري. شوف اخيرا دي اول مره غادي نقول لكم تلفازه وغادي تطلع تلفازه، ديما كنتلف ما بين اكرون تلفازه، دابا هذه قلت لكم تلفازه شوف طلعت تلفازه تبارك الله عليه. شو غادي يسلم عليه دابا والو زيد زيد سلم سلم سلم. المهم شوفوا هذا السيطاب اللي مصيفط ليا المساوي، هذا سيطاب مطفر بامتياز. اول حاجه ديك الاكرون الصاط اش كيبان فيها اصاحبي اش كيبان. عرفتي ديك باي ذا واي ديك لاباراي اللي كتشوفو، ديك لاباراي ما عرفت علاش داير اباراي ديال حاطه حدا السيطاب ما عرفتش واش هذيك التلفازه ولا شنو هي، واش هذيك اكرون التلفاز. والله الا في الاولي صحاب ليا كلافي صغير دايرو تما هو هي اباراي. اوكي ضارب جوج بيسيات، عنده بيسي بورتابل وعنده بيسي فيكس يمكن، ولا ذاك بيسي بورتابل ملصقو مع الاكرون. لا بيسي بورتابل ملصقو مع الاكرون. غتقول لي علاش غتلاحظ الكلافي ملصق مع ذاك بيسي بورتابل والسوري هي لاصقه مع البيسي بورتابل، دونك غيكون بيسي بورتابل ملصق مع الاكرون باش يبان لي داكشي مزيان. ومخرج السوري ومخرج الكلافي. اوكي خاي ديالي حاط المسطح، حاط اليوبي بروكس. والله تنعرف يوبي بروكس ديالوش انفكسيون دي فوا ريسبيراتوار انفيريو بروفوكي بكتيري. الله يشافيك اخاي خاي المساوي. واحد البيرة الصاط دايرين جايبينو من عصر الجاهلية راه ما عرفتش داكشي. اوف كورس هادي يكون مايمكنش مايكونش سيطاب مطفرين وما يديرش لك كتاف بلاصه طابي، هذه مستحيله. وضروري ديك السوري ديال 20 درهم ما يمكنش هذيك حتى هي ما تكونش. الله اكبر الشيخ مروانيكس مسخت ليا السيطاب ديالو. اوكي اول حاجه غادي نضربوا على انه داخل سي اس 1.6 غير بكبير لك شي واحد داخل سي اس 1.6 عرف السيطاب عنده مطفر بامتياز. حتى هو كيف العاده داير بيسي بورتابل، شوف بيسي بورتابل سيطاب مطفر بامتياز، منسق معاه كلافي سوري مخرج داكشي، ولكن على الاقل هو داير طابي. دونك المهم بينو بين سمحوا لي في هذه، سمحوا لي علاش داير طابي اصلا؟ سيطاب مطفر خص دير كتاب ماشي طابي. ويلي عصب ايا الدراري ها واش دابا هنا كنولي انا اللي مطفر اخاي ديالي. دابا ضاربت التلفاز الفوق بيسي لتحت كاسك لعيبات ويت واقيلا هادي ترانسفورماسيون. ها السيطاب مطفر ديالو في 2000 في شحال هادي فاش كان كيلعب سي اس 1.6 وهذا دابا كيولى عنده السيطاب ترانسفورماسيون. اوكي هادي غندير لها واقيلا شي سلسله ديال انك كيفاش تقدر الدراري يكون عندهم بزاف ديال الدراري كيف كنلقاهم مصورين السيطابات ديالهم كيف كان من قبل وكيف ولا من بعد. نقدر ندير شي سلسله الدراري ديال انه تصيفطوا لي السيطابات ديالكم كيف كانوا من قبل وكيف ولاو من بعد باش نشوفوا كيفاش
نشوفوا ديك البروغريسيون، نشوفوا ديك التحول ديال السيطاب ديالو كيف ولا. المهم الدراري الا عجبتكم هاد السيري هادي بغيتوني نديرها كتبوا لي في لي كومونتير. المهم زيو في لي لايك لعيبات باش نديرو سيري جداد. شحال لعيبات جداد غنديرو في رمضان، خصوصا اننا نقدروا نديرو فيديو كل نهار في رمضان. سو اوكي المهم دوزو السيطاب ديالي اللي سميتو ايت وخصي انس ايت وخصي. المهم صيفط لي فيديو كاع ومصورو لي عارف نايس اخاي ديالي داخل فري فاير. الله اكبر صافي السيطاب متفر من هنا نقول لكم سيطاب. لا كنضحك معاك الدراري ديال فري فاير اغاداش شحال بغا دير ديك التسلاك كنضحكو شويه صافي. شوف شوف فين هي هيا كوميم لا خرجي شويه الدراري بشويه بشويه تشيل تشيل صافي. المهم هو دابا الفيديو كيورينا السيطاب ديالو ما فهمتش علاش داكشي كيبان بالزرق واش داير ليد واش كاين شي ديسكو تما تحت من سولا شنو دار طابي سوري بحال السوري اللي عندي كتشوف داك الشكل ديال السوري كتقول هنا نبات في الاخر كتلقى ديال 100 درهم الصاط فواتي صغيره اكرون كتبان صغيره حتى هي اكرون يمكن شي 60 هرتز تمايا كلافي فيها الار جي بي واللعيبات ولكن ماشي ميكانيك باين على ماشي ميكانيك طابي صغيره بزاف او ماي جاد كيفاش تقدر تحرك ديك السوري ديك طابي اصاحبي ينكس واش داكشي اللي ملصق في الحيطه كيبان لي بحال شي قلوبه تما اما هو السيطاب ديالو عاوتاني في الاحمر شوف خاي ديالي هذا كاس كيتلكي اكاس كيتفوبر علينا بدوك اللوانات ديال الديسكو ديال اللي عنده مره ازرق مره احمر. هانتوما الدراري فيديو اخر ديالو مصيفط ليا كدا لعيبات داخل فري فاير اش كدير فري فاير خرج خرج اصاحبي خرج. ندوزو السيطاب مطفر ديال هاد مسيو ايمن الزعيم 05 علاش ديما 05 علاش 05 بالضبط علاش ما درتش 06. المهم هو السيطاب ديالو اوكي 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 داخل فورتنايت اخاي ديالي داخل فورتنايت داير سيطاب في الصالون صافي سيطاب مطفرين بامتياز سيطاب في الصالون سيطاب مطفرين اربي كيفاش كيفاش قدرتي انك تقنع داركم ولا الوالده ديالك كيفاش قدرتي انك تقنع الوالده ديالك باش انها تخليك تحط البيسي ديالك في الصالون كيفاش تقدرتي بعدا تجلس في الصالون راكم عارفين الدراري الامهات المغربيات ما كيبغيوش كاع تدخل الصالون حتى انك تدخل في الصالون ما يخليكش تدخل الصالون قدرتي يا خاي ديالي المهم عطينا ديزاستيس عطينا كيفاش قدرتي انك تقنعها. المهم عندو بيسي بورتابل سيطاب مطفر بامتياز ولكن داخل فورتنايت اذا غيكون شي كونفيك لي زوين شي غيكون شي بروسيسور وشي كاش جرافيك اللي على الاقل كيخليك انك تدخل الفورتنايت توجور بيسي بورتابل الدراري اللي كيقصروا في لي جيمز كدا خصهم ضروري يلصقوا معاه السوري ويلصقوا معاه كلافي كنعرفو كنت كنعرف واحد الدري كان كيلعب تخيل معايا والله ما نكذب عليكم اللي كان كيلعب بديك السوري ديال بيسي بورتابل كان كيلعب بالكلافي ديال بيسي بورتابل ما عرفتش كيفاش كان كيدير باقي لحد الان ما عرفتش كيفاش كان كيدير ليها ولكن كان كيقصر فيه وكان كيقصر فيه مزيانه دابا الدراري هذا هو المشكل كيفاش كان كيدير ليها ما عرفتش. المهم كلافي كنظن انه يكون سيمي ميكانيك ولكن الشكل ديالو كيبان شي حاجه زوينه الصاط ماشي مطفر داك الكلافي اللي عندك اخاي ديالي الشركه ما عرفتهاش بالضبط يمكن شي شركه ما معروفاش وداك الاسباس الصاط شو الدراري اسباس قداش اصاحبي وات كنظن تما سوري شكون المهم سوري بحال اللي عندي ها هي بحالها تقول اختها وداير زيفت كطابي سيطاب مطفر بامتياز حاط السيطاب ديالو فوق الطبله اللي كاينه في الصالون شوف خاي ديالي ريسبكت ليك ها هي كنظن تشوفك الوالده ديالك تما ولا ما كانتش عارفه بلي راك داير هادشي راه هاك حلتها من عندك هانتوما داك كيف ما قلت لكم المغاربه ضروري خصهم داك لاسبي ديال الفوتوغرافر ها هو شوف ديما خصو يصور لك هنا كتا تصور صور لك هنا نايس اخاي ديالي نايس سيطاب. المهم ندوزو للسيطاب الله يحسن العوان سيطاب مطفرين ديال هاد الدري سميتو فرك اليوتيوب هذا شو هاد مسطي هذا باينه ها هو السيطاب الله اكبر علاش دابا بغيت نهضر في الدراري فيك طيرو داك الجوا ديال ديك الغطا ديال البواطي فيك طيرو اصاحبي مال اش داك تحل البواطي اصلا خلي اصلا البيسي وقيلا يتبرد شويه ولا ما عرفتش داك الشيء ضارب اكرون نورمال ما عرفتش شحال الريزوليسيون تما وقيلا شي 560 في 670 ما عرفتش هاد لي ريزوليسيون جبدها من راسي. المهم الله اكبر واحد الكلافي ما عرفتش فينا هو الصاط نساه ما كيخدمش بالكلافي هاد السيد هذا ما محتاجوش كيخدمها بالسوري كتمشي داك الكلافي فيزيو اللي كيكون في الويندو صافي بارك عليه ضارب راه لونج ضارب كلشي في داك الصاد داك هاد السيطاب هذا مايمكنش تمد في يدك الصاد عامر سلوكا كابلات لعيبه تمد يدك شي قنت دي ضربك الضو هاي تصويره ديك الليمون علاش واش واش داير الضربيه فوق البيرو الله يحسن العوان بامتياز هذا غياخذ الرتبه الاولى حاليا في السيطابات الله يحسن العوان تم الكلافي ما كايناش شاش هو شات لك الليمونه دابا الليمونه علاش بغيت انا شنو نجيب الليمونه للسيطاب انا قلت لكم هاد الدراري سميتو فركل مفركل خونا باينه كونفيك ديالو اي 5 دوزيام الله اكبر دابا هاد السيطاب هذا عنده بحال البروسيسور اللي عندي انا دابا انا الله يحسن العوان انا بحالي بحال 4 جيجا في الرام 320 جيجا في الديسك دير الله يحسن العوان
كما الدراري كنوصلوا لافان ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الدراري ديروا لايك للفيديو، كومونتو شحال ما قديتو، وديروا لايك بالرجوع الدراري باش تركوموندا الفيديو بزاف الناس. وبحال هكا غادي نقدر انني ندير فيديو كل نهار، نديروا فيديو كل نهار باش اننا نوصلوا 30000 ابوني في اقرب وقت. المهم الخوت كان معكم فورس، غنقول لكم دابا